الله حي ذو امتنان مولى وما له مكان سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان مولى وما له مكان سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان الله حي ذو امتنان مولى وما له مكان سبحانه جل عن أين وكيف وزمان لا يوصف المولى الودود لا بالنزول أو الصعود لا يوصف المولى الودود لا بالنزول أو الصعود أو بالجلوس أو الحدود نزه كي تلقى الأمان الله حي ذو امتنان مولى وما له مكان سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان تشبيهه بالكائنات كفر وشر الترهات تشبيهه بالكائنات كفر وشر الترهات قد جل عن كل الجهات من قبلها الخلاق سبحانه قد جل عنه